قطب سياسي جديد في شكل التحالف الرئاسي، نسخة الأفلان والأرندي وحمس. أول رسالة سياسية وجهها العائد إلى قيادة التجمع الوطني الديمقراطي أحمد يحيى، قال عنها أنها تأتي لسد الفراغ الحاصل بين أحزاب الحكومة، وردا على معارضة أكد بأنها ليست بالقوية. يعني رأى متحالفين في أقطاب أخرى، متحالفين على شيء، متحالفين على معارضة النظام كما يقول، حتى عندهم تناقضات، وسامحيني ما ندخلش في التفاصيل احترام للكل، تناقضات في المذاهب والمشارب السياسية، لكن ضد النظام تحالفوا. جماعة النظام تتحالف واش تجيب زيادة؟ إلا نخدموا كل واحد وحده، كل واحد راه قايم بدور، إلا نكملوا نخدموا كل واحد وحده مع بعض يكون دور أقوى. المعارضة ماهيش قوية، ماهيش باش نقسمها، قوتها سكوت القطب تاع جماعة النظام. ومن المؤكد أن أو يحيى جاء لهذه المهمة التي يراها البعض في خانة منح سند سياسي للحكومة، واستفاد من تجربة سابقة من التحالف الرئاسي. سيد أحمد يعرف جيدا أن أي حكومة بحاجة إلى سند سياسي، ورأى أن الأحزاب الممثلة في الحكومة الآن من ما يسمى بأحزاب الموالاة ليست منضبطة تحت لواء معين، فأراد أن يوجد لها غطاء سماه القطب السياسي، الذي نعتقد أنه سوف يكون نسخة منقحة ومزيدة من التحالف الرئاسي الذي أحزاب مثل تاج والحركة الشعبية الجزائرية تدخل لأول مرة في شكل تحالف سياسي إلى جانب العميدين الأفلان والأرندي، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة للإجابة عن الأهداف الخفية لهذا القطب، بما أنه لا مكان في القريب العاجل لاستحقاقات مهمة ما عدا تعديل الدستور الذي يبقى بين يدي برلمان تتحكم فيه الأغلبية الأفلانية.